في كتير كويريين على السوشيال ميديا بيدعموا إسرائيل على أساس إنها جنة المثليين بالشرق الأوسط. I'm so lucky that I'm in Israel. Like imagine I just was born in Gaza. I would be killed already. Like when I was 12 maybe, or just 14. الغسيل الوردي مش بس ببرر وجود الاحتلال بحجة إنه بيعطي حقوق للمثليين، وإنما بصور لنا الصراع كمعركة بين الحضارة والرجعية، وبيسمح لحدا مثل نتنياهو يقول هيك بالكونغرس. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. بس هيدا الحكي منافق لثلاث أسباب. أولاً، مزبوط إنه المثليين بإسرائيل قدروا يحصلوا على حماية قانونية منا موجودة بالدول العربية. I'm voting in Israel. I do have a good job. I get paid very well. بس هيدا ما بيعملها مكان آمن. الحكومة الحالية اليمينية قالت بلسانة إنها عدائية للمثليين. وللعلامة، السنة الماضية زادت نسبة الكراهية تجاه المثليين بإسرائيل بـ 28%. ثانياً، الدعاية الإسرائيلية اللي بتروج لنفسها إنها تقدمية وصديقة للمثليين هي فعلياً وسيلة للاستهلاك الخارجي، هدفها تستقطب الغرب. وهي الدعاية تتعايش مع سجل طويل لإسرائيل باستعمال العنف الجنسي كأداة حرب تجاه الفلسطينيين، مثل لما تهدد وتبتز المثليين الفلسطينيين لتجندهم. ثالث شيء، لما الكويريين الغرب بيتبنوا هيدا الخطاب عم يعرضوا الكويريين العرب للخطر، لأنه بيجبرهم يفصلوا بين هويتهم الكويرية وبين دعمهم للقضية الفلسطينية. اليوم الكويريين العرب عم يبذلوا جهود كبيرة لفضح سياسات الغسيل الوردي وعم يحاربوها بكل الوسائل المتاحة. Gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC.